خليني اعرف منك بقى الاوراق الفنيه اللي يمكن نكون افتقدناها شويه امبارح. احنا امبارح رجالتنا لعبوا حلو قوي، لكن اكيد كان في بعض الانتقادات اللي وجهت ليهم، ومنها انه يمكن كان في تغييرات كتيره قوي حصلت والناس كانت عايزه نلعب بنفس الخطه اللي حصلت قبل كده، فرايك ايه؟ مبدئيا هو كيروش بيلعب بطريقه 4 3 3، هو مش بيغيرها، يعني هو مقتنع تماما. يمكن التغييرات الكتيره اللي بتحصل، تغيير يمكن مصطفى محمد على وجه التحديد هو ده اللي كان عليه انتقادات يعني كتير. برضو خلينا نتكلم برضو بالمنطق، اللعيبه زي ما قلنا مجهده بشكل رهيب. مصطفى محمد برضو تعرض لانتقادات كتير جدا جدا، خد البطوله عشان ما سجلش. مصطفى كان ليه ادوار تانية غير ان هو مهاجم الفريق، كان بيقدر يدافع وبيرجع يدافع مع المنتخب مصر، كان هو اول خط دفاع او اول حائط صد للمنتخب اللي قدامنا. كان دايما مصطفى محمد بيقابل اللاعب اللي بيبني الهجمه للمنتخب اللي قدامنا، وعمل الدور ده في 4 ماتشات مهمين جدا قدام 4 فرق قويه جدا جدا. فمصطفى كان منهك وواضح جدا ان هو مجهد بشكل كبير. فلما حتى نزل مروان ونزل تريزيجيه ونزل زيزو، بالظبط هما بيتكلموا على تاني شوط انه لما نزل زيزو وتريزيجيه فبقى بيلعب 4-4-2، تكاد تكون بالظبط 4-4-1-1، لان احنا فوجئنا ان صلاح جابه من جناح اليمين خلاه مهاجم صريح. مروان حمدي كان بيلعب شويه تحت صلاح عشان يعمل دور مصطفى محمد، يبقى حائط صد للاعب اللي بيبني الهجمه. هو يا جماعه كره القدم بالنسبه للمدرب عامله زي الشطرنج، يعني معاه ادوات وبيحاول يوظفها بشكل معين في الملعب عشان يقفل على المنتخب اللي قدامه. احنا زي ما قلنا واصلين للمباراه امبارح وخلصانين بدنيا، احنا شايفين عمرو سوليه مش قادر ياخد نفسه في الملعب، كان واضح جدا جدا عمل مجهود كبير طوال البطوله. عندنا مصطفى محمد ما كانش قادر، مرموش برده عمل مجهود كبير جدا. طب البديل ما كانش ممكن يكون محمد شريف؟ دي بقى ترجع لوجهه نظر الفنيه لكيروش حسب ما هو عاوز ايه. وعلى فكره امبارح يعني كان في لقطتين لمروان حمدي كان ممكن يخطف هدف الفوز في فرصتين متتاليتين خلال المباراه، واعتقد لو كان حصلت كان الكلام هيختلف دلوقتي. فبرضه مش عايزين نحكم وفقا للي حصل، يعني نقول ايه اصل لو كان مروان جاب جون كنا هنقول كلام مختلف، فما جابش جون فنقول فين محمد شريف. زي برضه امبارح لقينا ايه فين طارق حامد. يا جماعه الموضوع مش كده، الموضوع مش كده. نتمنى الفتره الجايه، يعني احنا الفتره اللي فاتت شفنا صراحه يعني مش عارف اوصفها بايه، بس للاسف يعني او اسف على اللفظ، هي بعض المهازل اللي بتطلع من ناس المفروض ان هم رموز ومعروفين. يعني احنا بنعاني شويه من السوشيال ميديا، واي حد بيكتب على السوشيال ميديا او مشهور ويبقى ترند ومحدش عارفه، لانه الناس بتنجرف وراه كمان. للاسف بقى ما يكون في ناس سواء مدربين سابقين او مدربين حاليين ورموز كرويه وبيقولوا كلام يعني غير منطقي بالمره عشان يطلع ترند شويه او يبقى مشهور شويه، ما ينفعش. لكن الحقيقه الترند اللي كان سائد امبارح هو شكرا منتخب مصر، شكرا منتخب الرجاله، وده شفناه. والناس الحقيقه الموضوع المره دي مختلف، وحاله الدعم النفسي لمنتخبنا الوطني حتى بعد الخساره استمرت. ده طبيعي. هدير بتقول جمله حلوه، انه الناس دلوقتي عارفه تفرق يمكن ما بين اللي فعلا زي ما انت قلت بيعمل ترند وما بين الدعم اللي احنا فعلا محتاجين نديه لمنتخبنا الوطني. المرحله حرجه، المرحله حرجه، مرحله صعبه. زي ما قلنا اللعيبه دي داخله على مطحنه كرويه خلال شهر ونص الجايين. عايزين ليه ما يحصلش مثلا، انا عارف ان اتحاد الكوره عامل اجتماع مع كارلوس كيروش خلال الساعات اللي جايه.